السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب السادس الإعدادي، وياكم سي زينب أحمد بطريقنا حتى نحصل 100 بالإنجليزي. راح ننزل المراجعة المركزة كلها بشكل مجاني هنا على اليوتيوب، وكذلك ايش راح تحتاجون؟ بس تتابعون محاضراتي وتحتاجون الملزمة مال المراجعة المركزة. هاي ملزمتي راح أكتب جوا بالتفاصيل يعني بالصندوق الوصف أول تعليق تفاصيل شلون تقدرون تشتروها وتحصلوها، وكذلك مو بس الملزمة، كذلك تحتاجون قناة تليجرام اللي راح ننزل بها مرشحات وشغلات التابعة للشرح، وبس هذا اللي تحتاجوه حتى توصلون الدرجة 100 بالإنجليزي. طبعا مواضيع قواعد يونت واحد هن 8 مواضيع، المهم من يمهن واللي أريد يتم التركيز عليهن هن ذني الست مواضيع كلش مهمات، احنا راح نشرحها كله بس أريد وين التركيز على هذني الست مواضيع، زين؟ أريد تركزون عليهن كلش زين، فيلا تعالوا نبدي بالشرح، نبدي طبعا أول موضوع موضوع الماضي البسيط والماضي المستمر وأدوات الربط، هذا راح أخليكم رابط المحاضرة مالته الخاصة به تحت بأول تعليق، ليش؟ لأن المحاضرة مطولة، فحتى تقروها وحدها هي أساسيات وأساسيات وأدوات رابط، حتى تقروها وحدها تفتهمون الأساس تفتهمون الموضوع، إنه بتجون هسه تكملون، فمعناها هسه أول موضوع هسه توقفون الفيديو، تروحون تقرون هذا الموضوع وترجعوا لي هسه تكملون، هسه نبدي موضوع البعد اللي هو الأفعال طبعًا طلاب أول موضوع راح ناخذه هو إعطاء نصيحة طبية، أنا شريت من يمكم هذا الموضوع كلش بسيط، زين. شلون يجي بالوزاري؟ شلون احفظه بسرعه؟ شلون افتهمه؟ باعو يجي بالوزاري، تبدا تشوفون هسه عندي هذا بالاحمر هو بس هذا راد تحفظه، ست شلون يجي بالوزاري؟ خليني اشوفكم الاسئله، باعو هيك يجي. يقول لك اكمل الجمله الاتيه، يعطيكم فراغ، فراغ هو هذا اللي بالاحمر اللي انتم لازم تحفظوه، ويحط لكم بين قوسين يوز از امبيرتيف، يعني جمله نصيحه، زين؟ او ممكن شنو شي يجي، او ممكن يقول لك جيف، يعني يا اما هاي او يقول لك give advice، يعني يا اما يقول لك اعط نصيحه او يقول لك use as imperative، ده تشوفون يعني لو يقول لك give advice لو use as imperative، وكالعاده انه هو يعطيك هيجي فراغ وانت لازم تحفظ هذا اللي بالاحمر. انا كلش مبسطت لكم اياها، شلون؟ شوفوا هسه من راح نقرا، طبعا اول مره راح اترجمها، يعني هسه هاي اول نقطه راح اترجمها. احصل على نوم كافي، معدل نوم 8 ساعات هو كافي. أنا إيش مطيتكم؟ كل جملة مطيتكم كلمة مفتاحية، يعني مثلا هنا كلمة نايت هي الكلمة المفتاحية، من أشوف نايت شو أخلي بالفراغ؟ أخلي بالفراغ get enough sleep، يعني هاي أنا حافظها، هاي حفظ اللي بالأحمر أحفظه، بحيث من أشوف كلمة نايت قبل أخلي بالفراغ get enough sleep، ست شلون؟ خلي نحل لكم هاي، شوفوا هسه هنا أخير وحدة، هنا an average of 8 hours a night، شفت كلمة night، هنا شفت يا كلمة، شفت كلمة a night، من شفت a night قبل يجي ببالي شو اخلي بالفراغ، من اريد احلها قبل اريد احلها اكتب get enough sleep، وهذا راح يكون الحل مالت السؤال، فهمتوا شلون تجي بالامتحان؟ يعني هيجي قبل تجون الحل وتحلوها، طبعا قبل حليت نقطة 5 انتم فهمتوا الفكرة شنو، هسه كلهن راح نشرحن، أنا مجرد أنا أحفظ كلمة مفتاحية، من أشوف هاي الكلمة أكتب الحل، زين؟ فهسه تعالوا خلي نشوفها، فهسه أول وحدة حفظنا، من نشوف نايت شنو ننزل بالفراغ؟ get enough sleep، أحصل على نوم كافي. نروح للبعدها، أكل نظام صحي متوازن، ليش؟ لأن تأكد من تناول كم غذاء متزن وتجنب مقادير المفرطة من الملح والسمن النباتي. هنا شنو الدليل؟ الدليل عندي كلمة vegetables، vegetables معناها خضروات، من أشوف كلمة خضروات شو خلي بالفراغ أحفظها eat a balanced diet، إذا هسه عرفنا من أشوف vegetables بالجملة شو خلي بالفراغ أخلي eat a balanced diet، خوش؟ نروح على البعدة، شفت هنا طبعا لا تضيع وجبة الفطور لأنها أهم وجبة في اليوم، هنا شنو عندنا meal معناها وجبة، فمن أشوف كلمة وجبة شو خلي بالفراغ never miss breakfast، أبدا لا تضيع الفطور أو أبدا لا تفوت الفطور، خوش؟ نروح اللي بعده، مارس الرياضة كل يوم، يعني دائما أنه حاول أنه تمارس الرياضة على الأقل عن 3 مرات بالأسبوع من هالكلام، زين؟ فأني شنو الكلمة الدالة عندي هنا؟ كلمة سبورت اللي شنو معناها؟ معناها رياضة، زين؟ فهنا تمارين أو رياضة، زين؟ فهنا أنا من أشوف كلمة سبورت قبل شغل اللي بالفراغ take some exercises every day، قم ببعض التمارين كل يوم. قم ببعض التمارين كل يوم take some exercise every day، قم ببعض التمارين كل يوم. نروح بعدها، اشرب هواية مي على الأقل لتر ونص باليوم، يعني not drink plenty of water، شرب هواية مي على الأقل
يعني نص لتر، وطبعا الشاي والقهوه المشروبات الغازيه ما تعتبر مي. زين، شنو كلمه دليل هنا؟ من اشوف كلمه ما واتر قبل انه اخلي بالفراغ درينك بلنتي اوف واتر، تناول الكثير من الماء. زين، بس ان شاء الله وحد فكره انه من اشوف مي قبل اشرب هواي مي. زين، نروح على البعده. راجع طبيب الاسنان. زين، راجع طبيب الاسنان وخليه فحوصات منتظمه وفرج اسنانك 3 مرات باليوم. من اشوف كلمه تيث قبل شخ اللي بالفراغ سي ذا دنتست، قابل طبيب الاسنان. فهسه هاي النقطه اللي بعدها، انه من اشوف تيث شخ اللي بالفراغ اخلي سي ذا دنتست. البعدها من اشوف كلمه قلب هارت، هارت معناه قلب، فمن أشوف قلب هنا طبعا شنو؟ لا تتناول الكثير من القهوة، الشاي أفضل لقلبك ويستطيع حتى خفض ضغط الدم. فمن أشوف كلمة قلبك قبل أعرف أنه هاي مالت أنه لا تشرب قهوة، فشغل اللي بالفراغ don't drink too much coffee، لا تشرب الكثير من القهوة، لا تشرب الكثير من القهوة. زين، نروح لي البعدها. البعدها هنا إيش يقول؟ خلينا نسوي هيك شي. زين، لا تدخن، إذا كنت تدخن اسأل طبيب لمساعدتك أن يتركها. فهنا من نشوف كلمة طبيب، من نشوف دكتور يعني طبيب، قبل نخلي بالفراغ don't smoke، شو نخلي بالفراغ don't smoke. ده تشوفون شقد سهل، أنا بس أحتاج كلمة واحدة. النقطة اللي بعدها، اعتني بعيونك، افحصها على الأقل بالسنة مرة. من نشوف كلمة tested اللي معناها افحصها، شو نخلي بالفراغ look after your eyes، اعتني بعيونك، اعتني بعيونك. فمن نشوف tested نخلي بالفراغ look after your eyes. أخير واحدة، كن آمنا عندما تسافر، تأكد أنك أجريت التطعيمات وأن تأخذ دواء الملاريا. هنا من أشوف كلمة الملاريا، هذا الدواء مال الملاريا، من أشوفه مباشرة أخلي بالفراغ be safe when you travel، كن آمنا عندما تسافر. فإذا هذا هنا تمرين باعولة، فقط أحفظ الكلمة الحمراء. زين، أنا بس أحفظ الكلمة الحمراء قبل أقدر أخلي الفراغ. وهنا شفتوا هذا، هسه تقدرون أنتم طبعا امتحنوا لي، والطلاب يعني كليتكم كتبوا لي بالتعليقات الحل، ما تماكم مشكلة. اما بالنسبه للطلاب الالكتروني اللي سجلوا عندي الكتروني، فانتم يعني متعودين احنا ورا كل محاضره اكو امتحان، عندكم امتحان شامل لكل القواعد اللي راح نشرحها. زين، هذا همين تقدرون تعتبروه هيك تمرين لكم، تقدرون تحلوه الدزوليا تشوفون يا انتم حليتوا هذا التمرين. زين، لان كلش بسيط، احنا تونا شرحناه، بس حفظوا لي هذا اللي بالاحمر والكلمه الداله، كلش بسيط يصير، تقدرون تحلون اي سؤال يجي على هذا الموضوع. يلا نروح للموضوع اللي بعده. طالب اللي يريد امتحانات ورا كل محاضرة، امتحان يعني امتحان يومي ورا كل محاضرة، وامتحان شامل ورا كل يونت، وامتحان نص فاينل، وامتحان فاينل، وواجبات وزارية أدزها لكم. يعني اللي يريد المادة يضبطها ويريد أني أظل ورا امتحنه وأتابعه، أدز له محاضرات مراجعة مركزة وامتحنه وأتابعه. اللي يريد هذا الشيء يقدر يسجل بدورتي الإلكترونية اللي سعرها فقط 20,000، 20,000 بس، دورة إلكترونية يعني على الإنترنت إلكترونية. إذا تريدون تسجلون بها تقدرون تراسلوني على هذا المعرف اللي راح يطلع لكم على الشاشة بالتليجرام، وجوا قناة التليجرام، يعني قناة التليجرام أنتم بأول تعليق أنا مثبتتها، المنشور المثبت بس تدوسون عليها، من مكتوب لكم التفاصيل ومخلي المعرف ما تحت تقدرون تسجلون. هسا نشرح الأفعال المركبة. اليوم نقرأ ترتيب الجملة الفعلية. هذا الموضوع أول شيء لما نريد أرتب جملة فعلية لازم انتبه على شغلة، لازم انتبه على هذا، هذا لازم تحفظوه الطلاب. الترتيب مالته شلون راح يكون؟ أول مرة فعل، بعدين ضمير، بعدين حرف جر، يعني هذا يكون ثابت، فعل ضمير حرف جر، فعل ضمير حرف جر. زين، إذا أنا أريد أرتب، هسا الطالب يجي يقول ست الفعل أعرفه، يعني مثلا مشى، ركض، رمى، يعني مثلا شايف يقول افتح التلفزيون، هذا فعل، اقرا هذا فعل، مو صحيح؟ فاحنا هذا الفعل نعرفه. الضمير واضح يعني انه، يعني انه انت او هي، يعني ضمير واضح. زي حرف الجر يا هن، تعالوا اعطيكم اياها حتى تحفظوها. شوفوا ذني هن حروف الجر، هذني انتم لازم تحفظوا لي اياها على مود انا من تشوفوهن مباشره شو تقولون؟ ها هذني حروف جر اللي هن الان، اون، اوف، داون، up، away. أعيد، in، on، off، down، up، away. هاي بالنسبة للأفعال ذني مالت حروف الجر اللي هي لازم شنو إحنا لازم نحفظها. نجي هسه لهاي الجملة طلاب، نجي لهاي الجملة. طبعا أول مرة خلي أضم الحل على مود إحنا نحلها، ذني حتى إحنا وياكم نحلها هاي هم. زين، فنجي هسه إحنا نريد نحل، بس باعوا احنا نخلي هذا الترتيب قبالنا، هذا الترتيب الصفحة هي يفتحوها قبالكم. لازم اول شي ننزل فعل، تشوفون هذا اول واحد ابتدت بالجملة، هو دائما يكون الفعل، اذا تنزلون ثرو،
ايش قلنا؟ قلنا الضمير واخر شيء حرف الجر. زين هسه اول شيء ندور وين حرف الجر. حرف الجر هناش عندنا وينه؟ هياته هذا اوي ده تشوفوه بس باعو هذا اوي. ايش مدري هسه طالب يجي يقول ستة ايش مدري شو هذا هو حرف الجر، لان هياته من ضمن حروف الجر. هذا اوي، هذا اوي ده تشوفوه. فاحنا حرف الجر وين يكون؟ يكون اخير واحد. اذا ايش راح تسوون؟ تخلون ات واخير وحدة اوي. ها يعني احنا دائما حرف الجر نخليه اخر واحد. اي دائما نشوف هسه هذا الفعل ترن راح ينزل، عندنا التلفزيون تنزلوا حرف الجر منه، عندنا هنا اون تخلوه اخر واحد. ذا تلفزيون واخير وحده شو تخلون؟ اون. شفتوا حرف الجر وين يكون؟ دائما اخر واحد. خلينا شوي مسحها شوفوها. حرف الجر وين يكون؟ هياتي يكون دائما اخر واحد هو حرف الجر. شفتوا هاي شلون؟ زين اول مره فعل بعدين ضمير بعدين حرف الجر. طلاب طبعا هاي الجمل عندكم تقروهن زين، انا راح ادز لكم اياها نقلوها بالدفتر مالتكم وصوروني النقل مالتكم، هم دزوا لي اياها اشوفكم ناقليه صدق لو لا، دزوا لي اياها على الخاص. اوكي اهم شيء هسه انتبهوا على هذا الموضوع، احنا شو اتفقنا؟ اتفقنا عندنا ترتيب الجمله الفعليه، اول شيء فعل بعدين ضمير اخر شيء ايش عندنا؟ حرف جر. فلازم على هذا الامنوال انه احنا ايش عندنا؟ فعل والنوب ضمير اخر شيء حرف جر، يعني هذا الشيء ثابت. اذا طبعا باعوا فد ملاحظه من البدايه الى حد اول شخطة هذا كله ما يهمني، ابدي من اول شخطة احل. هسه تشوفون حتى ثاني جمله من البدايه الى حد اول شخطة هذا كله ما يهمني، كله اشخط عليه ما اقرا، ابدي من اول شخطة احل. الترن عندي الفعل انزله ترن، ايش عندي هنا؟ تلفزيون ينزل اخر شيء من هو حرف الجر، دائما هاي ثابته حرف الجر اخر واحد. فنجي راح اسوي لكم اياها بهذا اللون اون، turn the television on دائما حرف الجر اخر واحد. نجي هسه هاي اخير وحده give it up، give هو الفعل راح ينزل، نشوف ايش عندنا؟ هذا الاب هو حرف الجر، فدائما وين اكتبه؟ اكتبه اخر واحد، فاكتب it قبله واكتب حرف الجر اخر واحد give it up. هاي اول وحده كالعاده من البدايه الى حد اول شخط هذا كله ما يهمني، حتى هنا باعوا هذا كله ما يهمني، هاي هنا هذا كله ما يهمني، هذا كله اللي هنا هذا ما يهمني. اوكي فنجي turned بس باعوا لي turned راح تنزل، it قبلها و on اللي هو حرف الجر اخر وحده، حرف الجر وين الطلاب؟ دائما اخر واحد. هسه انتبهوا لي طلاب stamp collecting راح تصير بالبدايه stamp collecting اخر وحده منو عندنا؟ منو حرف الجر؟ اب. فش تنزلوا؟ تنزلوا هو اخر واحد اب، دائما حرف الجر اخر واحد. هسه نجي هنا نكمل توك تنزل، منو حرف الجر هنا؟ عندنا اب. اذا شو نسوي؟ نقدم توك ات اب. اذا تلاحظون حرف الجر وين يروح؟ يكون اخر واحد، هذا الشيء دائمي. هنا نشوف تراي اون ذم ايش راح يصير؟ راح تنزل تراي. زين هنا تنزلون تراي، منو عندنا حرف الجر؟ اون، فتنزلون ذم واخير وحده ايش راح تنزلون؟ تراي ذم اون، هيك راح يكون. تمام طلاب هاي بالنسبه للجمله السادسه. نشوف هسه هاي هم من قلنا من البدايه الى حد اول شخط هذا كله ما علي بي، من البدايه الى حد اول شخط هذا كله ما علي بي، ايش راح تصير؟ تيرن عندكم منو حرف الجر هنا؟ داون، فوين تصير؟ اخر وحده، فتيرن ذا ميوزك اخير وحده ايش راح نكتب؟ داون. باوع هنا turn منو عندنا حرف الجر هنا؟ داون. فايش تصير طلاب؟ بس انتبهوا لي لحد اول قص، وهاي همين النهايه هم ما اهتم لها، فهاي اول شخطه وبعد الشخطه هم كله ما نهتم له. شفتوا شلون؟ فturn it واخير وحده اللي هو حرف الجر turn it down. شفتوا شلون؟ هاي بالنسبه انت هذا الموضوع. هسه نشرح اليوستو، اليوم نقرا اليوستو. شوفوا اول شيء راح اعطيكم هاي القاعده اللي تمشون عليها. بالجمله المثبته عندنا السبجكت، لما اجي اريد اكتبها تكون يوزد تو، شوفوا لاحظوا الدي يوزد تو.
واخر شيء البيس. اما بالنسبه للجمله المنفيه يعني هم سبجكت والسب didn't use to، شوفوا يوز بدون الدي، ليش؟ لان didn't تسحب الدي، تخيلوا ان didn't يعني شلون نقول ان هي تاخذ الدي لما نشوفها يم اليوز. نفس الشيء بالنسبه للديد، همتين تاخذ الدي، يعني الديدنت والديد من اشوفهم بالجمله اكتب يوز بدون الدي. زين، فهاي بالنسبه للقاعده بالسؤال، يعني هاي بالنفي، هاي بالنفي didn't use to هم فعل مجرد، بالسؤال تصير ديد والفعل اليوز تو وبعدين الفعل المجرد. زين، نجي ناخذ هذين الملاحظات نمشي عليهم. شوفوا لو كان بالسؤال اكو قوس واحد، قوس واحد بالجمله بدون النات، يعني مثلا مثل هذا ما بي نات، عند الحل نضع اليوز تو، لاحظوا الدي اليوز تو لان ما عندي نات، وننزل القوس نفسه. يعني مثلا شوفوا طلاب، تصير شي شي، نحط اليوز تو، اليوز تو وننزل الوير، تصير شي يوز تو وير. ثاني شغله لو كان عندي قوس واحد وبي نات، يعني نات موجوده، عند الحل نضع didn't used to، يعني لما اشوف نات انا اعرف انه اخلي didn't used to، فاجي انزل الفعل. احنا دائما نشوفه دائما اول شيء يكون من هو السبجكت، بس بالسؤال did اول شيء، بس بالجمل اللي هي مو سؤال اول شيء نخلي الفعل الفاعل. فنجي مثلا ساعدي الشيء انزله، زين هو مو نات، احذف النات واخلي didn't used to، didn't used to، ونكمل الباقي بي سو ثن، بقية الجملة بي سو ثن. فلاحظ ما عندنا النات، احنا ننزل الفاعل الشيء ننزلها، لما عندنا نات احذف النات واخلي بدالها didn't use to، بقية الجملة بي سو ثن. نجي الى ثالثا، يقول اذا كان هنالك قوس يحتوي على علامة استفهام فعند الحل نضع الدد بالبداية. طلاب اذا شوفوا انا هسه رتبتكم اياها هنا، بالسؤال اول شيء من نخلي الدد، فمباشرة من اشوف علامة استفهام اخلي بالبدايه اخلي الديد، واني عندي دائما سؤال يعطيني اكثر من كلمه، هنا انا يعني فراغ ويو وواتش اريد اسويها باليوز تو، فاني اجي انزل الديد. هنا ايش كم كلمه عندي؟ عندي كلمتين، هاي الكلمه الاولى وهاي الكلمه الثانيه، هاي الكلمه الاولى وهاي الكلمه الثانيه. زين، فتصير ديد، ننزل الكلمة لو شوفوا على هاي تمشون did، انه بالكلمة الأولى انزلها did you، انه بهاي تصير use to، use to، انه بالكلمة الثانية watch، did you use to watch. طلاب انتبهوا انه هنا ما دام عندي did فتكون use to بدون ال دي، وهنا ما دام عندي didn't تكون use to بدون ال دي. هنا هسه نجي اشوفكم هذا المثال، يعني اذا تلاحظون انه هو كله نفس الحال. شوفوا هناوي عندي نات ست، ما دام عندي نات احنا شو نسوي؟ ننزل didn't used to وننزل الست. شوفوا نزل هالفاعل موجود، شو انزل؟ انزل didn't used to حسب هاي القاعده، منو انزل؟ انزل didn't used to. زين، نفس الشيء بالنسبه لهذا، هذا السؤال هم منطني قوسين السؤال، اول شيء ايش نكتب did حسب اللي قلت لكم عليه؟ اول شيء نكتب شنو did، فنكتب did، زين did وهاي يو، يو يعني هاي النوبة كلمة القوس الأول، النوبة اليوز تو، والنوبة القوس الثاني الكلمة الثانية. زين، فصر did you use to watch، ونفس الشيء بالنسبة لهذين كليتين تقدرون تشوفوه، هذا مثال بالاكتيفيتي وانتهى موضوع اليوز تو. بقت شغلة أخيرة وتنتهي قاعدة اليوز تو كليتها، يعني نكون مضبطيها. لو كان عندي قوسين بالجملة مثل هاي هنا، قوسين بالجملة، لما أجي أحل، أحل أقواس، القوس الأول أحله حسب القاعدة اللي توني شرحتها لكم، هذه الثلاث نقاط اللي شرحتها لكم احلها حسبها. اما بالنسبه بعدين القوس الثاني شلون راح احله؟ زين، القوس الثاني شوفوا عندي شغلتين، لو عندي كلمه ناو نضيف للفعل اس، لو عندي كلمه ناو اضيف للفعل شنو؟ اس. بينما لو ما لقيت كلمه ناو ارجع الفعل للماضي، ارجع فعل المن للماضي، علما انه عندي كلمه الهاف دائما ارجعها للهاز. شوفوا عندي هذا المثال، هي بين قوسين لايك جوينج اوت فارزة، but now he always want، بين قوسين want. شوفوا هنا لاحظوا طلاب، he like، he like، شوفوا هنا اللايك ما بها نات، فرحت امشي عليها قاعدة على اول قاعدة، انه انزل الفاعل وانزل used to وانزل اللي هو داخل القوس، فرح تصير he، انزل الفاعل وانزل used to، انزل used to like he used to like، او بس تخلوها used يعني مجرد بدون اللايك تكون used to. زين، نجي الى هنا الوانت، عندي كلمه ناو، ما دام عندي كلمه ناو اذا شو اسوي؟ هذا الفعل
أضيف لأس، ما دام عندي ناو شو أسوي؟ أضيف الفعل أس، فتصير وانتس وانتهي. أما لو ما كان عندي ناو فمجرد أحول الفعل بين قوسين أرجعه أحوله للماضي. إحنا مو قلنا إحنا عندنا أفعال منتظمة وغير منتظمة، فهنا ننتبه إنه عندي steal صار stole، get صار got، lose صار lost، هاي أفعال شاذة هذن يحفظوها حتى يعني خاف تجيكم أنتوا ذني تعرفوها. تمام؟ نشرح موضوع المقارنة. اليوم هذا موضوع المقارنة أو صفات بالامتحان، هذا الموضوع كلش مهم ودائما يجي. قبل لا نبدأ الموضوع أكيد لازم أشرح لكم الإضافة مال الكلمات. يعني مثلا هسه عندنا هاي الصفة، صفة فاست، فاست يعني سريع. إذا أريد أقول أسرع بس أضيف لها ER. في حالة الكلمة تتكون من مقطع واحد، شنو يعني تتكون من مقطع واحد؟ يعني هسه هاي كلمة فاست من قريتها فاست مقطع واحد، بينما هنا إذا الكلمة تتكون من مقطعين أضيف لو مور لو لس. وإحنا هنا خلي نركز على المور، يعني لأن إحنا لس مو كلش نحتاجه، فخلي نركز على المور. المور يعني أكثر، لأن إحنا هنا نريد نركز أن الصفات تكون أكثر. بعمر راح أقرأه: beautiful، dangerous، practical. بتشوفون كل وحدة مقطعين، إيش كم مقطع بيها؟ مقطعين مقطعين مقطعين. يعني هسه أول شيء إذا الكلمة تتكون مقطع واحد أضيف لها ER، إذا الكلمة تتكون مقطعين أضيف لها more. إحنا ناقلنا خلي ما نقول less، خلي نختار more حتى أفضل. يعني less هي ممكن تصير، بس إحنا هنا أريد أنه الصفات أخليها أكثر. غير لون هنا زين، هنا هاي كتبت more، هنا صير more dangerous. زين خلي نشوف بعد نكمل، يا حفظ يا ريت لو تكتبوها بدفتركم. يعني إذا كانت الكلمة تنتهي بإي إضافة آر فقط، عندي مثلا كلمة نايس شنو انتهت بإي، ضفت بس آر، لأن إحنا عندنا هي إضافة إي آر، هنا الإي أصلا موجودة فيبقى بس الآر أضيفه. زين هسه نكمل، إذا كانت كلمة تنتهي بحرف صحيح وقبل حرف علة، شوفوا عندي هذا حرف الصح، هذا حرف العلة، حروف العلة أني رسمتها لكم سابقا، شلون تصير حرف الأو الأي، هذا الأي تبين مدري شلون أخلي كبرة، أي الإي اليو والآي، هي هاي حروف العلة تنحفظ اليا. زين هاي حروف العلة. زين فهنا هذا شفت حرف صحيح قبل حرف علة، أضاعف الحرف الصحيح وأضيف الإي آر. نفس الشيء هنا حرف صح قبل حرف علة، ضاعفت الحرف الصحيح وضفت الإي آر. نفس الشيء هنا، إذا هسه خلصنا من عندها. آخر شيء كل كلمة تنتهي بواي انقلب إلى آي ونضيف الإي آر. شوفوا عندي كلمة إيزي قلبة إلى آي وضفت الإي آر صارت إيزير. بعد عندي الشواذ ذني حفظ، ذني لازم تحفظوهن: good يصير better، bad يصير worse، little يصير less، far يصير farther. خلصنا من يمهن. هسه نجي ندرس المقارنة. طبعا عندنا اثنين وكله يعتمد على هاي القاعدة، يعتمد على هاي القاعدة. أول مرة عندنا نستخدم الذن أو هاي القاعدة. طبعا شو عرفني أختار ذن؟ هو بالامتحان يقول لي استخدم ذن، يعني هو يقول لي بالامتحان تعال خلينا نحل هاي. قلنا أول شيء ننزل الفاعل، راح ننزل الفاعل life. زين is لو are، شوفوا is للمفرد، are للجمع، هاي حتى تخلوها يمكم. life هنا خلي لون أحمر حتى يوضح، life هذا مفرد لأن هي حياة وحدة بها s بها جمع، لا ما بها، إذن هي مفردة، فش راح أختار life is. الفاست قلنا من كم مقطع متكون؟ مقطع واحد، فش نضيف لها؟ نضيف لها بس ER، فش راح تصير faster. وننزل هذا now than it used to be، sorry now than it used to be. إن شاء الله وضحت الفكرة. هسه راح نحل هذا المثال اللي بعده. زين همين نجي همين، طبعا نمشي على القاعدة هاي فوق قبل شوية. أول شيء شنو ننزل؟ خلا طلع شوية تبين. أول شيء ننزل شنو؟ ننزل فوم. الفوم مفرد لو جمع؟ مفرد، إذا نضيف له إز. هنا عندي فايولنت، باعوا فايولنت كم مقطع؟ مقطعين، إذا شو أقول؟ مور فايولنت نو، أنزل هذا الباقي ناو than it used to be. البعدها streets، streets إيش قد هن؟ هواي، إيش معرفني بها جمع بها s بالأخير، إيش راح تصير؟ تصير streets
streets are. هالمرة ما استخدمت is, استخدمت are. ليش انجمع؟ streets are dangerous. كم مقطع؟ اثنين. فش تصير more dangerous. انه بتنزلوها الباقي now than it used to be. هنا انتم مو ما تكتبوها بالامتحان، تكتبوها انا لين ما عندي مجال، لان اذا ما تكتبوها احط لكم خطا. اوكي ضروري تنكتب. towns جمع، شو استخدم لها is لو are؟ اكيد are. crowded crowded كم مقطع؟ اثنين. اذا are more crowded now than it used to be. تنزلون الحكي الباقي. زين هسه خلصنا من هذا، نروح على القاعدة اللي بعدها هي الـ as as. هاي كلش سهلة همين بس نحفظ القاعدة. وش وقت شو معرفني اختارها؟ يقول لي use as، يعني بالامتحان إذا يقول لي use then استخدم then، يقول لي use as استخدم as. زين خل نشوف هاي حلوة، أسهل هاي، هاي أسهل من هذيك. شو صار؟ أول شيء ننزل اللايف. اللايف كم لايف عندنا؟ لايف وحدة. إذن is شو راح تصير؟ لايف is أول أنزل أول شيء أتبعه. مو أنا نزلت هسه الفاعل لو is لو are، مش أنزل not as. هسه شوفوا شو راح أنزل، خلي أكتب نفس اللون not as. النوب الصفة اللي هي بالقوس not as easy. النوبة هاي هم راح أكتب لكم إياها هنا فوق حتى تحفظوها. نانا as شو راح تصير هيجي؟ خلي بس نانا as it used to بها بدل ما ضمير الفعل حفظوا لي هاي as it used to. يعني مش تصير life is not as easy as it used to be. يعني بعض القاعدة أول مرة نزلنا الفاعل هنا life مفرد أخذنا له is، إنه بنزلنا not as، إنه بالصفة المجردة اللي هي هاي بالقوس easy، إنه بهاي as it used to be نزلناها. زين هسا نشوف بعدها حتى توضح الفكرة أكثر. التمرين اللي بعده اللي يستخدم لون مختلف هنا أنا استخدم هذا اللون. زين شوفوا هنا عندي شنو انتهى بأس. إذا مدام جمع films are تصير films are. عندي صفة romantic إيش قلنا إحنا أول شيء films are not as. أول مرة ننزل not as not as إنه بننزل الكلمة اللي بالقوس romantic as إنه بننزل هاي it used to be. هنا همين streets جمع فتصير نأخذ ال are streets are not as القاعدة not as الصفة clean. النوبة ننزل هاي as it used to be هنا ننزلها. نفس الشيء هاي تحلوا لي اياها doctors شنو هذا شو صار doctors شنو يلا حلوها قبلي. doctors ياخذون are لو is are doctors are. قلنا شو نحط not as النوبة وراها شنو الصفة cheap. النوبة هاي القاعدة اللي احنا حفظناها as it used to be. انتهى موضوع اليوم. هسه نشرح موضوع الـ ING والـ ED. الطلاب السادس الإعدادي اليوم راح نقرأ موضوع الـ ING والـ ED، وهذا الموضوع كل السهل. عندي بس هاي القاعدة إذا حفظتها أقدر أحل أي سؤال. طبعا شنو عندي؟ لازم قبل القوس عندي عاقل. العاقل هو اسم شخص أو مثلا هاي حتى حفظوا لي إياها. مثلا هي يعني هو، شي يعني هي، وي يعني وي يعني إحنا، they يعني هم. زين ال I يعني أني، he she we they I، وكذلك هم you يعني أنت. هذا اللي من أشوفه معناها هذا عاقل. وبعد شنو اسم شخص مثلا سميرة أحمد زهراء معناها شخص عاقل. إذا هذا قبل القوس عاقل. مثلا السهنة إيش عندنا؟ عندنا she، she هي عاقل مو صحيح، she هي عاقل. إذا أول شرط هنا انطبق. ثاني شرط شنو؟ لازم كينونة. كينونة لازم عندي كينونة. الكينونة أهم أحفظهن الإز الآم الآر الوز والور، هن ذن الكينونة. هنا عندي من ضمن الكينونة عندي إز، هل هو من ضمن كينونة؟ إيه من ضمنها. إذا ثاني شرط انطبق. إذا عندي هسه أول شرطين انطبقن قبل القوس، مو هذا القوس؟ إذا أول شرطين انطبقن. بعد القوس لازم غير عاقل. بعد إذا قبل القوس عاقل وكينونة، بعد القوس غير عاقل. حفظوا لي هيك شيء. أكو واحد عاقل أمه جبرته يتزوج وحدة من بنات خالاته اللي هن الكينونة الإز والآم والآر والوزر، وجبرته إلا تتزوج وحدة من يمهن. هو إيش قال؟ أوكي تزوج، أسس وياها قوس وبيت،
قال أنا غير عاقل لأن أنا تزوجت. فهل تلاحظون عاقل كينونة غير عاقل، يعني ورا ما أسسوا البيت هو انتبه إنه هو غير عاقل، فهنا هاي حتى تحفظوها زين يعني. إذا الشيء عاقل انطبق أول شرط، الكينونة أحفظهن هن انطبق ثاني شرط، ثالث شرط عندي الغير عاقل هنا. طبعا كلمة فاشن معناها موضع يعني غير عاقل، هاي هم حفظوا ليها، فاشن يعني موضع يعني غير عاقل، يعني لا هي اسم شخص لا هي هي شي وي ذي، يعني هي مو عاقل فهي غير عاقل زين. إذا إذا انطبقت ثلاثة الشروط هاي، عندك كم شرط؟ شرط واحد، شرط اثنين، شرط ثلاثة. إذا انطبقن الشروط الثلاثة أختار اللي بي إي دي، فأباو هنا من البي إي دي هذا هو اللي أختاره زين. إذا اختلت ولو بس وحدة من هاي الشروط أختار أبو الآي إن جي، إذا أنا أختار أبو الإي دي دائما، فقط إذا اختلت وحدة من الشروط أختار الآي إن جي. خلينا نشوف هنا الآي هل هو عاقل؟ إي هو عاقل من ضمن العقل، هاي حفظوا لي حفظ يعني الآي من ضمن العقل، إذا أول شرط باعتبار انطبق. ثاني شرط عندكم كينونة هنا إز آم آر وز ورم أكو؟ ماكو. إذا اختل ثاني الشرط، لو بس شرط واحد يختل أختار أبو الآي إن جي. نشوف ثاني وحدة، ثالث وحدة this book الكتاب، الكتاب عاقل لو غير عاقل؟ غير عاقل، يعني كتاب عنده عقل؟ لا ما عنده، إذا مو من ضمن العقل ولا عنده عقل، إذا الشروط اختلت أختار أبو الآي إن جي. نشوف هسه هنا وي، الوي عاقل، الوي عاقل من ضمن العاقل، يعني شو شخبطت عليها زين، الوي عاقل، الوي من ضمن العاقل. الور من ضمن الكينونة، هياتها من ضمن الكينونة، إذا ثاني الشرط أول شرط طبق ثاني. بعد القوس عندنا كلمة كار، كلمة كار يعني سيارة، السيارة عندها عقل لو ما عندها؟ لا ما عندها عقل، إذا كل الشروط انطبقت أختار أبو الإيدي. أخير وحدة هاي شوية بها حكي، خلينا نشوف إذا بينا بالكاميرا زين، خلي شوية أنزله، هاي حتى بها ملاحظة هسه راح أكتب لكم إياها. أول ملاحظة هاي الهيز هي بالأصل اختصار الهي إز، ترى حتى لو كانت شي ترى معناها هذا عاقل وهذا كينونة، مو تشوفوا هيك دير بالكم. عندكم ترى هيز ممكن تجي اختصار they are هيك همين، الار والاي معناها ترى ار، والار يعتبر من ضمن الكينونه، فتنتبهون على اختصار اذا اس هيكي واذا ار اي هيكي معناها هذا الاس يعني از وهاي الار اي يعني ار. يعني خلي اكتب لكم اياها، خلي امسحها واكتبها كلها على مود تصير الفكره واضحه زين. يعني مثلا عندي هيز هي بالاصل هي از، شيز هي بالاصل شي از، there هي بالاصل they are، we are هي بالاصل we are. ان شاء الله وضحت الفكره، هذا الاختصار هذا هو is وهذا الاختصار هذا هو are، فباعتبار ذن يعتبرهن كينونه، تنتبهون هذا نعتبره كينونه. هاي اول ملاحظه، يعني هسه هنا باعتبار عندي عاقل وعندي كينونه، اول شرطين اثنيناتهم انطبقن، اللي هي عاقل والكينونة هنا موجودة، أول شرط انطبقا. نشوف الشرط ما بعد القوس، عندي كلمة person، هسا واحد يقول استاني ما أعرف معنى كلمة person، إذا سجلوا لي ملاحظة، هاي كلمة person معناها شخص، والشخص عاقل يعني اختل الشرط، لأن الشرط قبل شوي قلنا لازم بعد القوس غير عاقل، اتذكر هو ورا ما زوجها قال أنا مو عاقل تزوجتها، إذا ما دام واحد من الشروط اختل أختار أبو الآي إن جي. وسجلوا لي ملاحظة، الكلمات العاقل اللي تجي بعد القوس، تجي بعد القوس أول شيء عندي كلمة person معناها شخص، نكتب غلط، عندي كلمة people معناها ناس، عندي كلمة man معناها رجل، كلمة woman معناها امرأة، هاي الكلمات اللي ممكن تجي زين، يعني احتمال تجيني عاقل. اذا هذا الموضوع كل اللي بي هي احفظ هذا، انه واحد قال انا عاقل يا بقلة زوج بتخاطك، ورا ما زوجها قال انا غير عاقل، اختلت الشروط انطبقت اختار الايدي، ولو اختل واحد منهم اختار ابو الآي إن جي. الموضوع كلش سهل، بقى لنا موضوع ظروف الصفات والمعدود والغير معدود. هاي المواضيع
يعني مثل ما قلت مو كلش مهمه وزاريا، بس انتم هم درسوها على ملازمكم وعلى الاشياء اللي قاريها. بالنسبه للطلاب الالكتروني فاني اصلا يعني راح ادز لكم اياها، بس الباقين عادي انتم اكيد عندكم مثلا فد مصدر ثاني درسوا هاي الظروف والصفات المعدود غير المعدود، بس لا تركزون عليها كلش هواي بقد ما المواضيع اللي شرحناها خلال المحاضره. وبس انتهت هاي المحاضره، شكرا على المتابعه، لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناه. الطالب اللي عاجبه يسجل بالالكتروني هسه كلش عادي، تقدرون تروحون تشوفون تفاصيل بقناه التليجرام. مع السلامه.